لا اله ما الا شاء الله تبارك الله، الله. ما شاء الله صحيح اني خلصت الثانويه بس برضه قل لا اله الا ما الله. شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا اله الا الله. بعد يوم وصلت ثاني ثانوي تعرف النفسيه صارت زيرو. كنت في مدرسه الله لا يزيده من مدرسه، استغفر الله والله يسامح كل موجود، حول الله دمروا كل شيء فيه. ما انا نعرف جاي ايه. يوم سيبي هذا كبره معي، يوم انا اولى ثانوي وانا معي فوق الخمسين شهاده، شهاده مو بشكر تقدير، دورات شهاده دورات. وانت في الثانوي؟ إيه؟ والله ما انت بسهل والله، ما شاء الله عليك. مركز رعاية الموهوبين لحالهم ما يقارب العشر شهادات. ما شاء الله تبارك الله. ف جايهم بهالسي، لا وعندي اصلا سي في قبل يعني، واعتقد عمري 15 او 16 صورت مؤسسة الشيخ ابن عثيمين بالبرشوت. نط تطير برشوت. ما انت بسهل والله. الكاميرا وظبطنا امورك. ما انت بسهل والله. عمالك تحمست. المهم صورناه من اول دور. تطير انت في ايوه طاير في السبب برشوت. لا اله الا الله. دام المايك مقفل. المهم بقول لك ما لقط لقطك من يوم انا عمري 15 يعني يا لك الحمد من سادس ابتدائي الى اولى ثانوي وانجازات. لكن يا هالمدرسه اللي انا دخلتها الثانويه الله لا يعيدها من مدرسه. اعوذ بالله. هذه في مس هذه في الرياض؟ لا 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 انا كنت في عنيزه في القصيم. سيئه بما تعني الكلمه. انا جاي مدلع مدلع. يعني جايهم وانا سي في حقي مليان. يعني انت قلت فوق الخمسين شهاده مو بشهاده شكر تقدير. دوره بالاخراج، دوره في لا اله الا الله في المقامات الصوتيه، دورات في مثلا تنميه الذات، الحوار، الحاسب، الانجليش. 70,000 عندي دورات يعني وش كثرها. المهم حتى لما كان عمري 15 قلت لك كنت صورت مؤسسة الشيخ ابن عثيمين من أول دور من السرداب إلين آخر دور، وأيضا صورتها في البرشوت طاير كذا مثبتين الكاميرا. والله كانت أكبر من أنت لحالك في البرشوت؟ لا مو أكيد معي طيار أنا بس راكب وراه وأصور. كانت كاميرا تلفزيونية، تعرف كاميرا تلفزيونية؟ كبار ذي إيه ما تشيل ولا على كتفك. ثبتنا ستاند على نفس البرشوت وربطناه علشان الكاميرا لو مالت. الكاميرا مثبتة على كتفي يعني رابطه انا على كتفي، ليش لو مالت ملت انا معه. ليش صورته يعني؟ ايش كان في شيء يعني مناسب إيه وقتها؟ مؤسسة الشيخ كان عشان الاخراج التلفزيوني وكذا. ايه الله يغفر. تعرف اخوك مخرج ما شاء الله تبارك الله، والله كاتبين باحد الجرائد المعروفة. ما ودي اقول اسمه عشان ما يخصم. تبي عذرك مسوي كتاكت قبل اسبوع. لا هذه كتابة ما لها علاقة بالإخراج، مع إني حاول يعني يا لك الحمد أخرجناها. طه يا طه بس شوف مسألة إخراج المسلسلات وزي كذا تختلف عن إخراج الأفلام الوثائقية. لما يعني تبي تخرج فيلم وثائقي يختلف. حطني في الصوت أقلد صوت اللبؤة اللي تكلم الأسد. الفيلم الوثائقي مو لازم لبؤة وغابات. ما أدري كذا وحيد القرن والزرافة تجيك. صورت مؤسسة وصورت برضه جمعية البر. ايام ان شاء الله طبعا. وجيهم هالثانويه اللي ما انا بقايل انت كنت فيها نفسها انت نقلت مدرسه تركتها عجزت لا امشي. يوم جيت ثاني ثانوي ادف عمري يمين يسار يمين عجزت لا امشي ابدا فتركتها ورحت الاهليه والحمد لله مشت اموري الحمد لله على السلامه. يلا حي تبون حليب؟ حليب هاي بن كاردشيم نصلزن نلصن قنادن كرشين نصل زن نصل زن هاي يوم طيب تبون حليب عزرا وقفتك عزرا وقفتك والله اني ما اقدر اقوم رجلي نايمه عزرا وقفتك يا حبيبي جرب يلا تبون حليب يو انت ملك تشكر الحال تشكر حليب يا اخي قال يدي للحين حليب يا ولد تشكر حليب ترى يدفي المعده تشكر يردن والله عبد الله ربكم شهران مسويه ربكم كليت نير لسن ما كنت اشرب طب هلا لسن سوري جرسيس هيش هلا لسن سنري سما صباحن ايركلرين اوف هذا اذاعه التركي الصباحيه ايش الله ديدمي بواهلرين هلا لسن
وشلون يسلمون؟ مع الأسف مع الأسف. كيف حالك؟ حسيت باع صباحية قاعد يقول شيء صباحي. يا أخي ودي أروح تركيا وأحلق عند حلاق تركي. تروح لتركيا عشان يحلق عند حلاق تركي. بعض الناس شوف بعض الناس ما يعرف يتكلم. صح. بعض الناس ما يعرف يلعب. بعض الناس ما يعرف يتمنى. عرفت كيف؟ كما في الشكل واحد. طموح يا امنياتك عكس الوادم. طموح يا اخي. مو بطموح ذا، هذه امنيتي. الله يهديك تروح لتركيا. ثم تترك اسطنبول وتترك يقول لك بيروح تركيا عشان يروح عند حلاق تركي. اولا مزين الشعر الله يملك الهم. يا رجل شعرك اشعري هذا كثيرين يتمنون زيه يا حبيبي. صدقت صدقت. ميتين عليه ترى. بارك الله فيك. كيف حالكم يا رجال؟ رضاكم يا رجال. ماذا احدثتم بعدي؟ احدثنا؟ أنا أغيب عنكم يا جماعة ساعة ساعتين أخلص شغال لكم هلاقيكم تسوون لنا حركات ورانا. وش الحركات؟ أنا كنت نايم والله. ما كنت نايم. ما أدري شوفكم في التلفزيون. أنا كنت نايم. ما أدري. أنا والله نايم كنت. والله سلامتكم. رحت أنا وسعد الكلثم ومحمود وعبد العزيز في شاننا قريب فرجعنا لكم بالسلامة. عشان الأمور طيبة. هذا علومنا يوم أنكم ما نشدتوا بقي عفاكم. لا احنا كنا بننشد بس انت سباقتنا يا ابو علي. الله الله يهديك. سلمنا بالتركي بالعربي بالانجليزي نكتنا نستنى احد ينشد عن علومنا. لا والله ماش والله شوف بالتركي خير ما ادري الله خير الله رجال والله العظيم اني جايين ما ادري ايش ما ادري ايش الموضوع. على كل حال شوف هذا جاني قال انصب البراشوت اهم شيء اهم شيء هذا العافيه في البدن وستر الحال. اي والله هذا اهم شيء. عسى اموركم طيبه والله ابشرك. والناس خلص باقي خلصوا لزومكم ولا الناس برا باقي زي ما هم اختلف فيهم. هذا انا ننشدك الحين ورا جاوب. جاوب يا ولد تفضل. قلنا عسى خلصوا لزومكم. اشتغلنا فيه اللي نقدر عليه وابشركم بطيب. ابشركم الامور برا على ما تحبون. والله ما تحاسب. اللهم ان ايش والله ما تحاسب. تروح تسحب فلوس بسرعه طلعني فلوس جديده ما شفتها قبل. لا اله الا الله. ورد انتوا عادكم برياح حق الملك عبد الله صح الله يرحمه. لا احنا الملك فهد. اظن انت الملك فيصل يا ابو محمد. والله انت ابقص ما شاء الله. والله انه زينه ما شاء الله. هاي شوفها ورد المية الله يرضى عليك. اعطي عدنا زيه. لا شوفها بعد ان كان ضاعت لها 100 واحده بس. مرحبا ومسهلا. مساء الله يرضى عليك. بنشوف اصليه ولا لا؟ وش جتني بنشوف اصليه ولا لا؟ جتني خبريه حلوه ان شاء الله. قالوا لي انت حاب تكون مع مين في كلكت؟ قلت انا سمعت اسم انطرح اسمه سعد الدوسري اكون تحت قيادته. غيروا الله رسوس. غيروا وضعنا. غيروا ايش؟ اي الحين قالوا بيعيدون. الحمد لله على سلامتكم جميعا اول شيء. الله يسلمك جميعا. بس ايش اللي صار؟ غيروا ليش؟ انتم اختاروا كنت؟ صارت احداث كثيره في غيابكم. قول لا اله الا الله. طيب قول لي دقيقه. تغيرت اشياء كثيره. ايش تغير؟ الربع شفنا الملك سبحان الله الملك سلمان الجديد. روح المخرج توجع بالله. دقيقة عطني ثانية واجيك. ورانا اياها ورانا اياها ثانية ثانية ورانا اياها. جزاك الله خير. شو اسمه؟ ابو علي. ورانا اياها ورجعت اهله. جزاك الله خير. ايش؟ المياه يقول شفنا ملك سلمان الجديد مية ملك سلمان الجديد. قلت ورانا يا ابو علي ورجعنا. يا عبد الله يا محامي جيب المية. عندك ريال يا رجال؟ يا عبد الله يا محامي جيب المية. ريال ذكر الله. لا والله شفنا بس المية. تم البسطة سحبنا. تغيرت يقول قطار يعني اشتغل. يعني ركبناه احنا مع صاحب العيال شوية. طيب شفتوا قطار ايش تحرك وانتم رايحين؟ اقول ركبناه. ركبنا القطار ودانا الاستديو. ركبنا ولد باقي ريحة الوكالة فيه. جديد. قراطيس. شغلنا مسجل على شيلات عبد الكريم الجماز. عبد الكريم؟ اقول. معاذ الجماز. معاذ الجماز عفوا عفوا. تعرف الصباح وكذا. يا رب ما بفتشك الله يرحمه. جبت معكم معك مخابي كثيرة لكن عالمية دي. لا شوف ما يبغى ما شاء الله عليه عطفها عطفة العجوز. أعلمك شيء انصدمت فيه. رجال ركب باراشوت عشان يصور مبنى. باراشوت في القصر. مؤسسة الشيخ ابن عثيمين. ولا مع الكاميرا يصور فيها ويدور على المبنى كذا الباراشوت. ايوه هذا. والله اكتشفت عنده بيوت بعد. من هو؟ به مسافر. ها الرجال ذا. ركب باراشوت حسب الافلام طلعت عنده وش الباراشوت اللي شلك؟ البرشات؟ ايه ما ودي اقول لك. انا السؤال بس بتخيل شكله كيف هو متعلق بالبرشات. والله شوف في 16 ظني حتى ما تحتار. لا والله مشت مشت. الله وانا والله كنت خايف انها ما تطير لكن ياك الحمد جابوا ثنتين ومشت. كف ياك بعدين هذا يوم انا صغير. سنه كم؟ والله كان قابلنا صديقك يا سعد احمد محروس. سألني؟ لا والله ما سعى. بس انه صديقك بالنهايه. والله ما نحب نكذب يا ابو محمد. زي ما علمتوا انكم تعرفوني ولا شيء. طيب وش اخبار اولا علموني ايش صار في بروفايلك.
ما ندري انا نايم والله بروفايلك. بس يقولون عياله صارت قدح وصارت امور عجيب. اي والله صدق والله. ايش صار؟ اول شيء بداوا ملخصات من الاهلي خلنا منها. احمد سعود بدا اول شيء ايوه عشان موضوع الامتعاض المطبخ وكذا. طيب عرفت خلصنا ابو سعود حلو امتعاض صح؟ طيب ايش اعرف اللي انا سمعته قالوا ان احمد سعود دخل وتكلم انه انا طلبت ابو كاتم ولا جاني ابو كاتم وان انا مظلوم واللي صار في المطبخ يعني انا مستحيل ارضى عليه وطالب وقعد اربع ايام وبتى الرجال واخذ شناطه ونوى يمشي بتسافر لكم الشروم. لا لا لا, لا. بيجي بيسال في احداث صارت عقب قال سعد تعال انا ايوه قلت الله يستر شو عندهم دوري. رحت عندهم اول ما شيء خذيتهم يعني بالمدح فيهم وكذا وانا مفكر بلهم بيسوفون معي عادي يعني اثنهم يبغوني في جارية فكر ما في لله يحبوني هم بس يحب الجري. المهم وقالوا من اللي كان يغششك؟ قلت يا اخي انا اجاوب يا اخي مستقبل العيال ما اعرف مستقبل العيال. لا ما ادري شلون ما ادري شلون. لا لا الربع انا يوم رحت عندهم قال الكاميرا تلحق صالح الفرحان عرفت عبد الله المسعود رايحين جايب يجيبون اسئله يجيبون اسئله رايحين جايين. دقيقه يا اخي هاي سعد الكاتب دقيقه دقيقه بسم الله عرفت في فصص نعم عشان نبغى نعرف ايش صار من اول ما طلعنا الى نرجع عشان نقول لكم ايش صار معنا من اول ما طلعنا الى نرجع رجعنا. طيب كيف وضع الهاشتاج شفتوه ولا لسه؟ ولا شفنا ولا حاجه. ليش؟ كنا قدام الجوالاتنا كنا قدام المايك نحارب ونقاتل في معركه قدام المايك. اسال قبل شوي تقول لزوم قبل ما تذكر عشان تعبانين صوتنا. طيب طيب قالوا المهم ليش الهواء يلحقهم؟ اي يقول انا سالت حتى يوم رحت انا امس اسلم عليهم قالوا الفضيحه ربعك رايحين جايين. قلت والله جزاهم الله خير لو كذا ما عرفت اجاوب غششوك. دائما غشوني. لا 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 ما في لا 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 من اللي رايح جاي؟ الشباب حق الزواره. طيب احد راح ولا جاء؟ جاء من مسجد صار شوغينكم يعني ما لا لا ما عادي يا رجل خلص. رايحين جايين يا اخي يقضون لزومهم يا اخي أيوة. من هناك بهمور شايد ما ودنا نقول عنه. المهم انا اعلمكم العلم واسال صالح عدنا قلت انت راح جاي هناك؟ قال انا راح اشوف عيالك مشتاق لهم شافهم من جيبان وهم توأم من كثر ما تنصحنا. المهم جزاكم الله خير والسلام عليكم انتهى الموضوع ما في يعني اذا اخذناها بشكل عدينا الوضع وش لعبها؟ اي انت مدناي بعد كذا نادى وليد الشمري و طب علمك ايش قال محمود وقتها ويغشك؟ وشو؟ لا 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 شو؟ شو؟ انا غششته؟ لا 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 ما غششته علمتهم والله ما انصح حد غششني ولا شيء. انا جيتك كلمتك اعرفك تعرفني؟ انا ما اعرفك لا قلت له ما في احد ولا شيء زي كذا امور امور طيبه. طيب جاء بعدها جلسنا شوي جاني عبد هو اسمه عبد المجيد اللي يصور ايوه قال لي جهز نفسك بصورك. قلت ان شاء الله خير. قال شن انت شن عندك شيله وكذا بنصورك وكذا. قلت طيب واروح والبس الثوب. المشكله والبس الثوب على لبس رياضه عرفت بس صرح الوضع والعقال عقال صالح والقلم قلم عبد الله يعني وضع كان كله مرقع تجميع صيني تجميع. وروح هناك عندهم ابغى اصور ورقه قدامي سرور استلم عبد المجيد ما شاء الله تبارك الله يمكن خذا منه يمكن 50 صوره وانا جالس كذا انتظر واشوف الوقت انتظر شو الوقت ما درت فجاه الا الشناط مقبله العفش حق احمد سعود دق 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 ما ادري صوته مع الارض عرفت الكفرات دق 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 ايوه انا اسمع الصوت انا جالس غرفه ضلام يشكل حياته الجو ذاكرته سماعيه خلاص الطريقه حلو اي ما بعد شميت ريحه الكفرات حقت ذي مثلا يقول كذا ريحة الشم وريحة الشم ريحة الشم كمل يا من 10,000 إلى 60,000 الشم ترى نستسلم السالفة لا تقوم تسلم في أفكار ثانية طيب استسلم القصة أنا جالس أطالع كذا وأطالع في سرور وكل شيء لا ما أبغى الفلتر ذا أبغى الفلتر الثاني لا ما أبغى الفلتر دق 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 أحس إذني كنت أمشي كذا ليش السالفة؟ أيوه لا أحس ببوسة واو جبتك واو هذا البلقى من كيم محمود اسلم اسلم افتح الباب انا بطلع انا مش راضي على الاهانه انا ما ادري ايش تقول الله الله ايش يعني يقول انا يعني مالي ما حد طالع فينا واحنا متسابقين واحنا ما ابو كاتم وخلاص طبعا عجيب والزبا ومن الاشياء هذا انا طالع ايش صار لاحمد ايش صار انا ما ادري طالع اضبط عقالي هذا عقال صغير كان يعني كنه سيم حق صالح او ما صار عقال صغير. المهم اطلع كذا وخايف يجيني شيء
دائما يقول لك اللي يتفرج ولا يفرع يمكن تجي ضربه رجع منفعل مره جاء صار ساعه الدوسري اذا كان منه قرص نفس الكاركتر المهم ينفجر عليه احمد اللاحم هات مات 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 صاحي انت تهد بالبحرين انت 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 تخذ فيها الكويت والبحرين والسعوديه مجلس التعاون ضربت انا اشوف حمد كذا فروه هذا الفروه حقت حمد دي المغربيه فروه كذا سوداء وقبوس احمر هذاك وهذا يسحب الشنطه وهذا يسحب الشنطه وهذا يسحب الشنطه وهذا يسحب الشنطه لا واحمد سعود لابس العلم البحرين صدق والله الوضع كان مزري صراحه انا طالع شو الموضوع مسلسل الكويتي انا طالع هذا صادقين ولا شو الموضوع خلاص دعوه صدق والله هذا يرد خايف انه يجيك شيء اي المهم والله ارجع قام سرور وقف عند الباب قلت له خلاص كويس خلاص تصوير فرصة الكساد اصور ادري شو الموضوع اخويا ارفع راسك ارفع راسك بعدين ايش؟ عندي مطبخ سرور سرور راح يشوف ايش الموضوع زي كلمة الوقف ايوه قال كلمة بعد قام ينقز يلحق السقف اي سرور شفته راح يصور راح يصور راح يشوف الموضوع ايش هو قلت له امسك عاد بيجي تعال امسك صراحة سرور راح صور وش يصور قال اي والله ايش غني قلت قل له ايش غني قل له ايش غني ويصورني لا يقول اول مره يقول صور وغمض عينك يصور وانا مغمض ايش سويت وانا مغمض كيف مغمض يقول غمض عيونك كله كيف سويت كذا وصور ورا ورا كذا وش الصوره دي يقول عاد مجيد ليش كذا غمض عيونك وبثمك انا اقول ليش تصور انه مغمض قال ماك شغل ما له شغل ما له عنده خيال عنده خيال ما ادري صورني انا مغمض ما ادري سكر ذمه والله العظيم يعني تعرف اللي يقول انك نايم هو مشخص؟ ايه هذا انا نايم وانا مشخص انا كنت اقول نايم سرور ما شاء الله عليه دائما ينام وهو مشخص ما شاء الله هو كذا اتكيت حتى طيب والحين ما شاء الله صرت مثل سرور صرت انام وانا كذا مسكر يا ولد بدا يقول لك كذا التفت مين؟ طبعا انت تتصور والهوشه برا كفرات يسحبونها شنطه انت اكبر واحد في المسابقه ما بتدخل انت تحل الموضوع شوف تقول يا اولادي فاكرين انا راح ما راح اجلس لا انت تمثل البحرين وانا انا ما دوله الربع ما يدرون هم يفرعون هم يسحبون شناط وانت مغمض هم يشيلون غتر طاحه في الارض طاقيه واحنا قاعدين وانا اصور هذه وانا اصور خلصنا اول ما خلصنا وانا اصور اول ما خلصت والله اول ما خلصت الرجال شاف الصوره في حاجه سوداء فيها زايده قال لي في حاله سوداء ليش؟ اضغاء فيها مشكله فيها شيء علمته قلت في سوداء قلت شكله من الفنيل اللي تحت وارفع الثوب واقول شوف السروال وشوف الفنيل شكله من الفنيل يرفع السروال وضع مزري اه يا وطني لا والله قال اليوم اللي جاي يا عيال استنى استنى شوف الحدث ايش صار لما سحبت البنطلون اسمد السروال ايش يسمونه هذا واسحبه طلعت مغط والله واسحب هذيك السحبه رجل واحد لين وصل هنا عرفت نص البطن شاف الوضع قال يا اخي اضاءه فيها شيء الكاميرا قام ينط العدسه الثوب شلون اللي تصوره اصفر اصفر حاط تحته اسود تحته اسود الرجال انجلط حادي الكاميرا فيها شيء يقول صور صوره قلت ترى صوره شكل خربها قال والله ما ادري المهم اكتشف الوضع وارفع الثوب ونزل شوي السواد خفيف ونزل الثوب ونزل فنيله على من فوق المهم ضبطت الصوره قمت ضبطت الصورة المشكلة الهوشة الهوشة اي الهوشة قدرت تخلص ما في هوشة في زارة الخلاف يعني الخلاف اللي عند اللي بيظهر بيطلع احمد سعود بيطلع على الباب خلاص قدها خلاص يعني قد الزبا وصلت الى حد يقول الكهرباء انقطعت عليك اي بيجيك العلم تو الكهرباء بتجيك هذه سالفتها اصبر انت لا تستعجل المهم عاد مجيد سعد بالله اطلع شوف في احد يمين قلت ويش يمين هذا طريق يسار كله هوشة قال شوف يمين قلت ليش قال بطلع مع في مدخل بين جدارين صغير وقبل أيوة. واطلع ما في حد طريق سالك وامشي وراه ويمشي وراه كذا وش فيك قال ما ابي احد يصورني اثره ما يبغى سرور يشوفه انا ما ادري انا ما ادري شو الموضوع لعب علي عبد المجيد عبد المجيد انا افكر الكاميرات قلت يا اخي كاميرات هناك يا اخي قال لا كيف تشوفني تشوفني ما تدري انت ما تدري قلت والله ما ادري وراح هناك ولقى الباب مسكر حق الطريق هذا في عليه باب مسكر قلت باب مسكر ارجع من هناك قال لا يرحم والديك ونمشي كمل من هناك ورا خيمه يمكن في باب ثاني وش الفائده انك قاعد تروح معه؟ لا يغطي وراي كذا توري الطريق لا يغطيه اغطيه كذا يقوم مش وراي عشان ما حد يشوف عرفت؟ عاد انا اقول ترى تنكر ما معي مايك اقول ما معي ذا مايك يعني اقول لاني معي ثوب انا جاي اصور بدون مايك
المهم يمشي وراي شوي عاد بجيت لا لا كنت فوق جر اذني ايش فيك وش فيك انت وش فيك قال سرور قلت هلا سرور انا هنا هنا قال بعد تعال منك هنا قال وراه تصورني مره ثانيه الرسول استلم الرجال قال وين تصورون عاد في الجلسه اللي يجلس فيها الجلسه اللي هذه صوره كذا صوره ما ادري شلون قاعد يسلكون بعض شوي طيب صار على الهوشه علمك دخلنا دخل هو يبدو لي ظالم انه ما صدق نساله عشان يعطينا علم التصوير دخل اي علمك ما انا ويعطينا السالفه ولا من قريب ولا من بعيد دخل الرجال الى الاعداد طلعت انا من هناك الا جاي من واحد وراي كذا اسمر ما ادري شلون بس ما شاء الله تبارك الله لبسه كله احمر وانا في الظلام ارعب والدي قلت هذا جني جاي وقم اركض يركض وراي وانا اركض يركض وراي ما انا برفع السلم يفتح السلم شوي يضحك لا قلت هذا مرة بعدين يضحك وارجع الى حق الكهرب مع زراديات في يده ومع كل شيء وهو ما شاء الله تبارك الله كله كل زراديه لبس احمر المهم اروح واشوف الشنط يمكن اشوف السروال ذا حسب انك كيبل ما ادري هو اللي قصقص المشكله انا اركض ويركض وراي ما ادري شو الموضوع كيبل في اللوكيشن كيبل منهاش لا المهم امشي وامشي 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 بسرعه 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 المهم اجي ادخل مع الهوس الهوس هو الهاوس واجي ادخل مع الهاوس واشوف هناك شنط كانها عيالي كبار كذا جالسين عند كبس الحجم اقول في نفسي شنط كبار المهم اشوف شنط هناك عند المسجد والباب مسكر زارع حليب عرفت عرفت ان احمد في زارع حليب عليكم السلام ايوه صباحكم الله بالخير ولا اقطع وردكم يا شباب لازم انا اعلن نتيجه هنا السلام كلاكيت السلام فقرة كلاكيت توزيع الأسبوع الخامس لفقرة كلاكيت دقيقة 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 أبو شمع في ماسورة حبيبي أبا أقول الإعلان أنا عبدالله يعني خذ رقم بعدين تكلم أسمع هذا عشان تعرف وارفع راسك طيب خلاص يلا يلا عطني يقول لكم القائد الأول سعد الدوسري عبد العزيز الشهراني عبد الله الشهراني ونعم في عبد الله الشهراني والشباب كلهم سعد الدوسري فرقتك عبد المجيد البندر فواز الشمري عبد الإله عبد الله الجبان صالح القحطاني عبد العزيز صالح الفرحان علي الكلدمي حمد الله دقيقة من المسؤولين؟ أحمد سعود اللي تويتم في القرعة سعد الدوسري وعبد العزيز وأنا أنا سعد خلاص صالح القحطاني طلع معي الفرقة الثالثة عبد الله الشهراني هذه القصة عد الفرقة الثانية صالح الفرحان علي الكلدمي سعد الكلدمي حمد الله أحمد سعود إيه فلقة الفرقة الثالثة عبد الله الشهراني سرور وليد الشمري محمود فلاح منصور القرني فيصل بن قلبه طيب اذا واحد ما يبغى قائد المجموعة اللي عنده والله العظيم لا اخليك قائد فرقة ولا اقول شيء يا ابو علي ايوه قائد فرقة كان عندك فكرة ولا عندك تعالى تعالى على خصم مرحبا حياك اشتم ما قاعد اخذ موافقه انا قاعد اعلمكم اعطيكم خبر تم مبعد اقول ايش سالفتكم اقول عندنا اعلان بالله دقيقه افتح خلاص خلاص يا عبد الله يا سعد لا والله المهم جيت والله حظك انك ما جيت معنا اللي معي صالح ودكم تلقونه حظك واحمد سعود وعلي الكلثمي يسلم عليك سعيد رمضان سعد الكلثم احمد سعود حمد الله المهم يلا جيت كملوا الموضوع يوم دخلت هنا شافوني الشباب عبد الله بعد هذا معك شفت لابس كنت انا ما ادري ايش فيه انسى موضوع ايش لابس وكيف صورته ديما تتكلم المونتاج نبغى سالفه الهوشه طيب غيرت اللبس ايوه اللوك برضه لاني ابغى اروح ما علينا في الماء خلاص جتك ملابس جديده من امها لا تسال عنها لان الحين تعبان يا محمد والله برضه رجعت عند سناك عند سرور كان يصور وانا جالس او ما جلست كذا وعطت وضعيه التولي جالس ال بوف 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 والله شفت البوف وش ما ادري ما سويت شيء الا شراره كهرب اوه وطفى الكهرب علينا ونهوبه ونهوبه برا 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 الاسوار برا عرفت هنا في الكيبل اللي برا ما ادري ذا عرفت ليش كان رجال يركض فهم ذيك الساعه اللي يركض ابو زراديه ليش المهم احسبوني كيف المفصول عرفت ان فيهم عارفين في مصيبه تجي وكانوا ظني انهم عارفين وصار اللي صار المهم اطالع في سرور نرجع الموضوع اطالع في ذا شفنا النار يا اخوي النار فوق سرور في السالفه اي رجعنا مجيد اي ريحه كهرب
اقول لك ريحه حليب. احنا سالناك عن يا خليني اجيك علم شوي يا اخي كل ما قلناه قلت شوي وقمت سبع حقدك شوي. جانا ابو خالد روحنا جانا ابو خالد ابو خالد كان طرف مع كل ما اذا احنا عليه قال جاء ابو خالد ويرجع السروال حقه اصبر قلنا خالد قال وجه احمد شفت شنط وانا رحت غيرت السروال وجاسر جابوا يا ابو خالد احلى يا اخو خالد احلى يا الكويت احلى ما يطلع كذا نظره كذا فيني كذا معصب برطم ما شاء الله وانت شفت الكيبل اللي احترق سوقه كذا كذا صدق ترى في ريحه يا الربع ريحه حليب ريحه حليب المهم وجي يا شباب يكون احترق اي قلت انا وين احمد قال احمد في المسجد وش سوي قال تعبان قلت خلاص بروح له خله لا تروح عنده ان شاء الله وانت وقت تفضى تروح له اي انا اشوف ايش الموضوع ابي يهدى الرجال اهدي المهم راح امشي شوف يوم شافني عاد اداه قال سعد معك يا لف. جميل معك راح الهاوس ايه. ايه. شوف التمويه مره وسوى الكي وسوى الكيس دعايه علمني الاضباط قال لي يا سعد راح الهاوس يا اخي نمر بعالم اذكياء هنا عندنا ونشكي الشفاف يعني ها 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 منصور منصور بشرك قال نجتمع اجتماعنا الساعة 3 على الطورات هذه قال في اجتماع يمدي الاجتماع عندنا طلعنا 6 اشخاص كويس كثير والله والشباب اللي نايم واللي راح اللي حضر الدورة اليوم واللي راح الاستديو يصور واللي استديو يصور انتم سجل سجل انتم استديو ولا استريو اسمه صدق استديو سعدك الاذن المهم وجالسين اي حتى اسعدك الاذن وجلسنا ابغى الاجتماع ايش مفاده قالوا يا شباب كلكت قالوا كل واحد يمسك مجموعته يا هو يختار ولا هم يختارون ولا نحط قرعة ولا كل واحد يدلي بدلوه وعلمونا مين طبعا اخترت سعد الدوسري ايه آخر شيء اتفقوا كل واحد قال لا ما راح نختار أنا نقعد على لا إذا بقى فريق ناقص حطونا هذا بقى صالح يقوله وسرور وصالح اللي هو الفرحان آخر شيء رجع للإدارة وقالوا خلاصي أول خلاص الحين عندي سؤال ليش سرور دائما يمثلنا مدير شركة في كل المشاهد مهما اختلفت الفكرة يحب يدير شركات المشكلة قررت كلكة الجاي أن يكون مدير شركة يعني حاطونه مجموعته لازم يكون في المشهد شركتين خلصنا رحت أنا دخلت على أحمد سعود أما دخلت أحمد سعود الرجال ما لحس ايه متلحم ما شاء الله ومغطي وجهه من اللي صوت مين موجود العصافير الصغيرة شغالة كنت أعطيها أكل ما أعطيها أكل أعطيها والله وأخليها ما أعطيها شيء وأنسدح وأنا المهم أنا دخلت المسجد تنام وأحمد سعود موجود لا لقيته نايم خليته خلصت الهواء شجر هو نايم عصافير صاحية جنبه عند راسه جو صوتها شغال وخليته ورا ونام جنبه يعني نام عندي في المسجد يوم جاء بعدين صلينا أحمد سعود ضايق سلمت عليه متوضى سعد أحمد السلام صبحك بالخير ما يرد نفس تخليه صلينا إيش اللي زعل أحمد سعود خليه يجيك الحين صلينا خلاص صلينا كل شباب طلعوا وغير ملابس باقي بيجي ترى باقي عنا يوصل الى سالفه جلستنا دي ما خلص معاد لك 5 دقائق جلس احمد سعود بعد الصلاه غير شيء كل براحه السنويه بدك ودك نقرا القران بعطي النظره هذه بغيت اقول له اسف شوي اعطيني مصحف اقرا طلع علي 100 غلط ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله استلني بغلط طلع علي غلط اصلا الساعه 9 ايوه لانه احنا الساعه 9 خلاص روح ارقد انتظرني ما عليك راح اصحيك لانه الساعة 9 وربع راح تكون السالفة مخلصة يلا كمل ايوه اسمع على حسب سالفة سعد يمكن والله ما نخلص ال 11 ما اقدر نصحيك والله انا بنرقد يا فيصل المهم قرأنا قرآن قرأنا وياه قرآن عرفت شوي قال سعد انا ضايق صدري قلت ايه وصلنا بفضفض الحين اخر رحنا ياكل الوقف طيب طيب رحنا ياكل الوقف شوي انا ما همني في هذا البرنامج الا هذا الوقف اكتماله وانا ما همني هذا القران وانا خليت يتكلم وانا هذه ايام الاخيره ما حبيت اقول شيء يتكلم خلص قلت ان شاء الله انا نفرح ان شاء الله فيك انك موجود معنا ومتوج ان شاء الله بالعلم الغانم العلم الطيب ونفرح ان شاء الله بهالوقف ان شاء الله انه يتوج ان شاء الله وانه موجودين انه يكتمل والامور طيبه والامور زينه ولا بلا العافيه وان شاء الله الامور بالتفاهم بتزين عقب ما خلص يعني كذا شوي بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا الله اذكر الصبح هذا يقرا اذكر الصبح هذا سعد قلت يا احمد بروح انام
جيت هنا او ما جيت هنا اعطاني سالفه قال براشوت خلاص 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 ما يحتاج سالفه البراشوت شيء راحوا صغير وشافوا عماير في القصيم ما قد شافها شوي دخل علينا واحد دقيقه خلاص ما عرفنا الحين ليش احمد زعلان خلاص مع ما اهم شيء قوته هو مع قوته الثانيه بيروح يوزع انا قوته انا بحل الموضوع بما اني قوته الثانيه وزارف الشماغ حقه جانا واحد اسمه منصور اول ما جاء طلعنا مياه جديده اي والله وقار كان القطار والقطاب قراطيسه جاك محمود اعطاك دقيقه دقيقه ثانيه 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 وراح انا اكتشفت اسعد احنا غلطانين نسالك عن السالفه اعطيتك التفصيل انا اعرفه والله لو رقدنا كان انفعنا والله كل واحد على حسب على فهمي انا فاهم كذا والله ما ابي صراحه اكذب بعدين يقول خالد ذا ابو خالد خالد اللحم اسمه هو حمد اللحم يقول اللي يكذب يدش النار كذا يقول لي كذا يكذب طيب سروالك ذا متى كيف تقدر تحطه ما ادري وش ذا يا اخي حسن امولي هو صدق بلك والله حسن امولي يا ولد ما ادري ايش السالفه يا ولد والله انا كيف اصر والله العظيم صدق يا توك اصر انا ما ادري كيف لقيته بدولابي كيف وصل الدولاب ما ادري رحوا احمد سعود رح لا 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 بعدين شوف 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 بعلمك حاجه بعلمك حاجه صارت غير السروال شوف شوفني شوفني ايش صار فيها غلط يا رجال غلط يا رجال لا لا شوفني لا شوفني اقول اخرش احمد معك طيب يا شيخ لا بعد بعدكم يا شباب شيء شوف الفنيه شوف الفنيه زهر الله عبد المجيد عبد المجيد المركب ترى ايش قال انكشفت فيها شيء الكاميرا فيها شيء لا بما ان انعدمت الصحون كل واحد يروح يدبر نفسه شوف الفنيه هذه في هناك انا لبستها طالع افكر فيني لابسه بيضه افتحها طلعت هذه جايه مع الفنين نفسها ملزقه ببعض اليوم انا قاعد ابي افكها اطلعها بطلعها اطلع ذي شوف اطلع فيني هذه افسخها بس استر ذا اكيد انه ما هو لك والله ما ادري كيف جاء لانه ما قالت واحد اطول منك والله العظيم لا افسخ فيني لا ابغى اطلع البيضه هذه فيني النامس سكني البيضه هذه بطلعها افسخ فيني الرصاصيه يا عمي يا عمي النامس النامس مص مني لتر ونص وانت لسه ما قلت اي سالفه استفدت منها تبرع بالدم ما عليك امور طيبه يا ويلي والله المهم جاني المهم فاتك مصور اقول له النامس شبط مني لتر ونص ولسه ما جاء المهم المهم يا مصور اصلا انت الحجي عزيزي